افتتحت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سهى الجندي ومحافظ الشرقية ممدوح غراب فعاليات المرحلة الجديدة من مبادرة مراكب النجاة بالمحافظة. وقالت سهى الجندي إن المبادرة الرئاسية مراكب النجاة تهدف في المقام الأول إلى التحذير والتوعية المجتمعية بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتعريف بفرص وخطوات الهجرة الآمنة مع توفير البدائل الإيجابية وتدريب فرص عمل و ريادة أعمال للشباب بالمحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتي يبلغ عددها 14 محافظة. هو الحقيقه احنا يعني المستهدف مش بس حملات توعيه، احنا بنعمل حملات توعيه وبنعمل كمان دورات تدريبيه لخلق فرص بديله، واعتقد ان هو ده اللي محتاجه الناس، محتاج ان هو يلاقي ان في ليه مستقبل، ليه مستقبل من خلال في مهنه في ايده يقدر ان هو يشتغل بيها، وفي فرصه اساسا ان هو يبقى في وظيفه ما في المجتمع المصري تكفيه شر الايام زي ما بيقولوا، يبقى معاه فلوس ان هو يقدر يعيش ويعيش ولاده ويعلمهم في المدارس وما إلى ذلك. فإحنا دايماً مش بس بنتكلم على المخاطر، كمان بنشتغل على المخاطر بحيث إن إحنا يبقى عندنا البدائل، الكلام علشان التوعية، إنما كمان المهن اللي هي تبقى سلاح للمستقبل. جهاز تنمية المشروعات ساعدنا كتير من وبدأنا من الصفر معاه، وفر لنا السيولة المادية اللي إحنا نوفر بها الخامات ونشغل بها الشباب، تمام؟ وده شيء يعني ممتاز جدا. يعني هو طبعا تنمية المشروعات هنا بتوفر فرص عمل، بتوفر المادة اللي احنا من خلالها بنساعد الشباب اللي هم يتمسكوا هنا بفرص عمل حقيقية. برشح الشباب ان يقوموا بمشروعات وتنمية المشروعات، والصندوق بيساعدنا لتنمية المشروعات. أنا داخل في الصندوق بقالي فوق العشر سنين وقايم معايا بكل الخدمات اللي احنا بنحتاجها في شغلنا ومساعدني في كل حاجة. والله احنا جايين نعرض قصة نجاح مشروعنا لأن ديت شيء مهم بالنسبة للشباب عشان الهجرة غير الشرعية، وإن احنا في بلدنا ممكن نبدأ وممكن ننجح في بلدنا بدون التعرض للهجرة غير شرعية وغرق ومخاطر زي كده يعني. فعرضت قصة نجاح مشروعي، أنا بادئين في 2012 مشروع منتجات ألبان، وبصراحة خدنا دعم كبير جدا من جهاز المشروعات سواء دعم مادي أو دعم معنوي، هم كانوا دايما في ظهرنا ودونا كوتا كويسة بالنسبة للتوريدات الحكومية والشركة القابضة للصناعات الغذائية.